ومع فقرة العيادة مشاهدينا مع التغذية مع دكتور عماد فهمي استشاري التغذية العلاجية. أهلا بيك دكتور عماد. أهلا بيك دكتور عماد. الحقيقة مواضيع كتير عايز أتكلم فيها النهاردة. كنا بنقول معلومة صحية، اتكلمنا عن الحبوب الكاملة والقمح بشكل خاص، يعني العشورة والديرة والحاجات دي، ولكن خلينا في البداية حابة نتكلم في الموضوع ده. لكن احنا خلاص يعني بدأنا بقى ايه ندخل في فصل الشتاء اللي مش عايز يجي قوي ده، يعني نص نص الحياة، شوية حر شوية برد، ولكن بدأنا ندخل فصل الشتاء. فصل الشتاء دايما عندنا مشكلة ان احنا على طول حالة الجوع المستمرة، على طول عايزين نشرب مشروبات سخنة، ويمكن دايما بنطلع من الشتاء لازم نكون زايدين من كيلو لاتنين كيلو على الاقل للناس اللي هي واخدة بالها يعني. فايه الحل ان احنا نبتدي من دلوقتي ناخد بالنا ان احنا نعرف نتعامل بقى شهر في الشتاء يعني بالظبط، وان احنا نعرف ناكل كويس وفي نفس الوقت ما نتخن. طيب سبحان الله، يعني ربنا بيخلي خلايانا تتفاعل مع البيئة اللي حوالينا. في الصيف احنا بنعرق كتير جدا فبنفقد ميه كتير، فعشان كده ربنا خلى دايما الثيرست سنسيشن عالي، اللي هو احساسك بالعطش عالي في الصيف عشان تعودي الفاقد اللي بتفقديه الميه. والعكس صحيح في الشتاء، احنا بردانين والجو اللي حوالينا ساعة، ف يعني ربنا عامل لنا الخلايا اللي جوانا عشان تكيب بيئتنا الداخليه كونستنت في كل حاجه بما فيها درجه الحراره. فعشان كده بيحصل تقنين للحرق، ما بحرقش كتير في الشتاء عشان اوفر طاقه عشان تدفيني. عشان كده تلاقي الناس اللي عايشين في افريقيا والكلام دوت، السمر دول معظمهم رفيعين ما عندهمش سنه كتير. الحر بيخليك تحرقي، الشتاء بيخليك ما تحرقيش عشان يوفر لك دفع، عشان يوفر لك طاقه. مش بس كده، ده بيزود الجوع عشان لما اكل هاخد طاقه فادفى كمان. فدول حاجتين طبيعيتين ربنا حاططهم لنا سواء في صيف او في شتاء عشان تكيب بيئتنا الداخليه سليمه وتحافظ عليها. يبقى دي اول حاجه. احنا كمان بنزود عليها ايه بقى؟ انا عايز ادفى فاروح جايب شوربه العدس، واروح جايب الحاجات السخنه، واجيب الحاجات دي كلها بتفتح نفسي. هي بتدفيني بس بتجوعني كمان. فاكره كنا قلنا زمان لما حد بيتعور ما بجيبش ميه بتغلي واحطها عليه، بجيب حته تلج ميه ساقعه. اشمعنى الميه الساقعه؟ الميه الساقعه بتقفل الجرح فبتخلي النزيف ما يقف. وابنك وهو جاي من المدرسه جاي عطشان في الصيف، لا يا حبيبي ما تشربش ميه ساقعه عشان تعرف تاكل، لان لو شرب ميه ساقعه المعده برضه هترتبط فحجمها هيقل فمش هيعرف ياكل. احنا في الشتاء بقى ما بناخدش حاجات ساقعه تعمل انقباض للمعده فما تحسسناش بالجوع، لا احنا بناخد سخن بيمدد المعده فبعايزه جوع اكتر، باكل اكتر. فدول سبب رباني وسبب احنا بنعمله بهدف ان انا ادفع. زي ما في ناس بتقعد تشرب، يعني ندخل شويه كده، بتقعد تشرب حاجات ميه سخنه كتير وحاجات دافيه، تقول لك عشان احرق، عشان الميه السخنه على الريق كمان فيها معلقه عسل تخليني احرق الدهون. والله لو خدنا ميه بتغلي هتنزل جوه تاخد درجه حراره جسمك 37. حضرتك دايما بتقول فعلا دايما ولو كلت حته تلج هتنزل جوه 37. فيعني طالما عدت من هنا بتاخد حراره الجسم. بالظبط بالظبط. ف يعني شويه معلومات مغلوطين كده، بس احنا بندفي الميه بس مع العسل عشان المعلقه تدخلي معلقه العسل تطلع من غير عسل، لو ميه ساقعه هتقعدي. طب حضرتك بقى بما انك يعني طرحت كلمه العسل النحل، الحقيقه معلومه ما اعرفش صح ولا لا، بس بيقال انك عشان تاخد فايده عسل النحل اكتر انك تدوبه في ميه دافيه، هل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ لا، هو بس احنا بندوبه في ميه دافيه عشان يطلع من المعلقه. عشان ما تقعديش لا انك تاخد معلقه العسل ساك احسن، ولا تاخدها تدوبها في ميه احسن؟ انت دخلتيها المعده كده ساك، عصرت المعده وسوائل المعده دوبتها حطيتيها في ميه، يعني هي في الاخر زي بالظبط لما بتبلعي قرص دواء بكوبايه ميه او تبلعيه ببق ميه. خدتي فايدته بالظبط. طيب يعني احنا كمان بنسمعه بينا وبين بعض نقعد نتكلم فيه بينا وبين بعض، ده مش بس الهدف الرئيسي ان ان انك تجبري تشربي ميه. يعني دايما احنا بنخلط اي حاجه بالميه عشان انا اجبرك تشرب ميه. لان احنا مجتمع ما بيحبش الميه، ما عندوش ثقافه الميه، ما تلاقيش حد ماشي بازازته زي الاجانب بالظبط طول الوقت ماشي. تلاقي دايما الام تعمل الساندوتش لابنها وتنسى تحط له ازازه الميه. دايما كده ساندوتشات بس فين الميه. مظبوط. طب خلينا نتكلم برضو يعني فكره ان احنا بقى حاجه اتكلمت ان في فصل الشتاء بنشرب حاجات سخنه وبناكل حاجات كلها بتفتح الشهيه. طب نعمل ايه عشان نقفل الشهيه في حين ان احنا بنبقى محتاجين للطاقه عشان نتدفى في الشتاء؟ تمام. مبدئيا ما تبدلش عاداتك، ربنا خالق لحضرتك ميكانيزم طبيعي جواكي بيدفيكي. يعني مش محتاجين احنا ناخد حاجه تدفينا، بالعكس انا لو قعدت ازيد مع الاكل اللي هاكله كتير بحجه ان انا هدفى، لا انت بتزودي السيرفيس اريا. بمعنى واحده حجمها قليل وواحده حجمها كبير،
اللي حجمها كبير جلدها كبير فالنتح والفاقد والجزء اللي بيتعرض للسعه اللي حواليك يبقى اكبر عشان كده دايما تلاقي التخان بيبردوا اكتر وتقعدي تستغربي كل الحجم ده وسعانه كل الفات دي وبردانين. انت عندك سيرفيس اريا كبير قوي، عندك محيط من جسمك كبير قوي بيتعرض للسعه. واحد مبين صباعه وواحد مبين ايده اكيد اللي مبين ايده كلها وسط التلج هو اللي هيبرد اكتر. هيبرد ودايما اتريق عليهم واقول لهم انتوا عندكم دهن مخشوش دهن مضروب، لان المفروض الفات فعلا ده جود انسليتورز بيدفي. نرجع بمرجوعنا تاني اقول لك الستات ما بيبردوش زي الرجال، عشان تلاقي في الشتاء ممكن ست بتلبس حاجات معينه خفيفه مش تقيله عشان شياكتها وعشان شكلها، والراجل يبقى لابس قد كده وبلطو بردان. طبقه الشحم والدهون اللي في الستات اعلى حتى لو هي مش تخينه. اوكي السمك نفسه ده برضه حاجه ربنا حاططها لها. اوكي.